السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الهادي بخاري من شركة بروج العقارية. راح تكون في ضبط يومية إن شاء الله 360 درجة من أوزنجون. كونوا معنا وتابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وننتظر تعليقاتكم أسفل الفيديو. طبعا الجو بارد جدا، فبالتالي مضطرين نلبس جاكيتات كويسة. دائما لما تجوا في الشتاء نلبس جاكيتات كويسة. الآن بثبت الكاميرا في مكان إن شاء الله يكون جميل جدا. شوف المنطقة هذه، نطلع فوق. يقولوا في دبب هنا طبعا، لكن احنا ما علينا من الدبل. هذا ممكن يجيني.